سئل أبو ذر رحمة الله تعالى عليه لماذا نخاف من الموت؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم فتنقلون من دار عمران إلى دار خراب. واحد لا يحب ذلك. قيل له لأبي ذر رضوان الله عليه فكيف قدومنا على الله؟ قال أما قدوم المحسنين فكقدوم الرجل على أهله، وأما قدوم المسيئين فكقدوم العبد الآبق على مولاه. العبد الآبق الشارد عندما يؤخذ إلى مولاه كيف يقدم؟ القاتل الجاني عندما يؤخذ ويسلم إلى الشرطة ماذا تكون حالته؟